حياكم الله مشاهدينا الكرام، وطابت اوقاتكم في هذه التغطيه من المنطقه الشرقيه في مدينه نابلس. الان بدء الاقتحام المرتقب لجيش الاحتلال للمنطقه الشرقيه، تحديدا لقبر يوسف في هذه المنطقه. جاءت هذا الاقتحام بعد دعوات من قبل الجماعات الاستيطانية التي تدعو إلى اقتحام قبر يوسف وأداء الصلوات التلمودية في هذا القبر. هذا الاقتحام جاء بعد ما يزيد عن شهر من وقف الاقتحامات إلى هذه المنطقة بعد رد أي اقتحام من قبل المقاومة الفلسطينية. في كل اقتحام هناك اشتباكات مسلحة تدور ما بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال والمستوطنين المقتحمين لهذه المنطقة. الاحتلال في كل مرة يستهدف الشبان بالرصاص الحي بشكل مباشر من قبل القناصة الإسرائيلية، في رسالة لربما من جيش الاحتلال على ضرورة استهداف الفلسطينيين وقتلهم بشكل مباشر. الاحتلال ينتشر بكثافة، يمنع تحرك المواطنين. إذا لربما كما تشاهدون في هذه الصورة الآن ألسنة اللهيب والدخان تشتعل وترتفع في هذه الصورة هنا بالقرب من محيط قبر يوسف، ولربما يعني الصورة تظهر بشكل واضح في أسفل هذا الشارع. هناك تواجد لآليات الاحتلال العسكرية التي اقتحمت قبر يوسف لتأمين دخول قطعان المستوطنين لهذه الليلة في محيط القبر لأداء الصلوات التلمودية في هذه المنطقة. بعد أكثر من شهر على آخر اقتحام لجيش الاحتلال والذي أدى إلى عدد من الإصابات، اليوم الجماعات الاستيطانية جماعة التلال تعلن رسميا عن اقتحامها لمنطقة القبر لأداء الصلوات التلمودية في هذه المنطقة. هناك دعوات لعشرات المركبات وعشرات الآليات العسكرية لجيش الاحتلال التي تدعو إلى اقتحام منطقة القبر وتأمين رقعة الحماية في هذه المنطقة من أجل وصول قطعان المستوطنين إلى هذه المنطقة لأداء الصلوات التلمودية. هذا القبر الذي يريد دائما الاحتلال أن ينسبه إلى النبي يوسف عليه السلام، ومن منه ينطلق لهذا الاقتحام. هذه الليلة تشهد مدينة نابلس اقتحام كبير من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الذين دعوا إلى هذا الاقتحام من أجل أداء الصلوات التلمودية في هذا القبر. قبل قليل كان هناك اشتباكات مسلحة دارت في منطقة مخيم عسكر، وسمعنا أصوات للإسعاف التي اتجهت نحو المنطقة. لا ندري إذا كان هناك إصابات حتى الساعة أم لا، لكن الأوضاع حتى اللحظة تشهد توتر ومواجهات واشتباكات عنيفة في منطقة محيط قبر يوسف وأيضا مخيم عسكر إلى الجهة الأخرى من المنطقة، والتي تجري حتى الساعة فيها مواجهات واشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الذي يقتحم محيط قبر يوسف في هذه الليلة. إذا كما تشاهدون الآن إطلاق لألسنة الغاز المسيلة للدموع، إطلاق للغاز المسيل للدموع في هذه اللحظات صوب الشبان. إذن قنابل، عدد من قنابل الغاز المسيلة للدموع التي يطلقها جيش الاحتلال في هذه اللحظات صوب الشبان لمحاولة تفريقهم بالقوة وإبعادهم عن نقطة تأمين جنود الاحتلال والمستوطنين الذين ينوون في هذه الليلة اقتحام قبر يوسف.
إذن لربما تشاهدون في هذه الصورة إطلاق للغاز المسيل للدموع بشكل كثيف حتى اللحظة، إطلاق للغاز المسيل للدموع صوب الشبان حتى الساعة هنا في محيط قبر يوسف. إذن مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية، حياكم الله في هذه التغطية المستمرة والمتواصلة في كل اقتحام لجيش الاحتلال في محيط المنطقة الشرقية هنا من مدينة نابلس. جاءت هذه الاقتحامات لأداء الصلوات أو لتأمين دخول المستوطنين إلى محيط قبر يوسف لأداء الصلوات التلمودية في هذه المنطقة. كما تحدثنا أن الاقتحام الأخير لجيش الاحتلال حيث كان قبل ما يزيد عن شهر من الآن، اقتحام للمنطقة هنا المنطقة الشرقية وقبر يوسف، حيث يقتحم الاحتلال في هذه الليلة القبر قبر يوسف ويحاول تأمين رقعة العيش ورقعة الأمان هنا لتأمين دخول قطعان المستوطنين لأداء الصلوات التلمودية في هذا القبر. في كل مرة يكون هناك اقتحام هناك مواجهة عنيفة، وأيضا يكون هناك تصدي من قبل جيش من قبل الشبان لجيش الاحتلال، في كل اقتحام هناك تصدي كبير يكون لقطعان المستوطنين، وأيضا جيش الاحتلال الذي يحاول حماية المستوطنين في كل اقتحام هنا إلى محيط هذا القبر. بدأت الاشتباكات وبدأت المواجهات والاشتباكات بين كل لحظة وأخرى تسمع بالقرب من المنطقة أو بالقرب من محيط المنطقة منطقة الدوار أو بالقرب من مخيم عسكر الذي يشهد في كل اقتحام اشتباكات عنيفة. كتيبة بلاطة التي تتصدى وتعلن تصديها لكل اقتحام لجيش الاحتلال، أيضا بوجود
ومشاركة كبيرة من مجموعات عرين الأسود، المجموعات المسلحة التي انطلقت من هنا من مدينة نابلس لصد الاقتحامات ومواجهة جيش الاحتلال على كافة خطوط التماس. خلال الأيام السابقة شهدت الضفة ارتفاع في وتيرة العمل المقاوم، والآن نسمع أصوات التكبيرات. إذن من هنا من المنطقة الشرقية لمدينة نابلس حيث تدور الاشتباكات والمواجهات، والآن وصول آليات الاحتلال والجيبات العسكرية برفقة الجرافات إلى هذه المنطقة. إذن وصول جرافات جيش الاحتلال لهذه المنطقة كما تشاهدون في هذه الصورة. إذن مشاهدينا الكرام، الآن بدأ الاقتحام بشكل رسمي، وصول جرافات الاحتلال لهذه المنطقة في هذه اللحظات كما تشاهدون برفقة عدد من الجيبات العسكرية، جرافتين وعدد من الجيبات العسكرية التي تقتحم في هذه اللحظات منطقة أو المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. اشتباكات ومواجهات عنيفة تدور حتى الساعة في محيط هذه المنطقة كما تشاهدون، والجرافات الإسرائيلية الآن تنتشر بكثافة في محيط منطقة القبر، لربما سيعمدون كما كل مرة أو كما المرات السابقة الأخيرة التي اقتحم بها الاحتلال المنطقة، حيث جرت أو جرى إغلاق لكافة الشارع أو للشارع الواصل إلى محيط قبر يوسف بشكل كبير بالسواتر الترابية من قبل جرافات الاحتلال العسكرية. الآن وصول جرافات الاحتلال وانتشارها بالمكان بشكل كبير. إذن بدأ الاقتحام في هذه اللحظات لقبر يوسف، انتشار لجرافات الاحتلال بشكل كثيف برفقة آليات الاحتلال التي تحاول تأمين وصول المستوطنين. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في نقل هذه الصورة من المنطقة الشرقية، انتشار لآليات الاحتلال العسكرية في هذه اللحظات في محيط منطقة القبر قبر يوسف في هذه اللحظات، حيث تنتشر آليات الاحتلال والجرافات العسكرية حتى الساعة في هذه
المنطقة كما تشاهدون. إذن على ما يبدو تقدم، على ما يبدو هناك تقدم للجرافات العسكرية أو كما تحدثنا الآن الجرافات الاحتلال تحاول وضع السواتر الترابية في هذه اللحظات، تحاول وضع السواتر الترابية لإغلاق الشارع بأكمل هنا في محيط شارع عمان. إذن جرافات الاحتلال الآن تضع السواتر الترابية. إذن استمرار للمواجهات حتى الساعة هنا في محيط قبر يوسف. إذن هناك دعوات الآن تخرج في أوساط الشارع النابلسي للتوجه نحو المنطقة الشرقية ومحيط قبر يوسف لمواجهة الاحتلال. اشتباكات مستمرة حتى الساعة في محيط مخيم عسكر ومخيم بلاطة. حتى الساعة هناك اشتباكات بين كل لحظة وأخرى، يسمع أصوات للرصاص الحي وأصوات الاشتباكات التي تدور ما بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحم للمنطقة الشرقية. الآن أصوات التكبيرات لربما تسمعونها تصدح هنا في المنطقة.
إذن ألسنة الضباب الآن تنتشر في المكان بعد إطلاق إذا مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية حياكم الله. كما رأيتم قبل قليل إغلاق للطريق المؤدي إلى محيط قبر يوسف، إطلاق كم كبير من قنابل الغاز المسيلة للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين في هذه المنطقة. أصوات التكبيرات والهتافات من الشبان تعلو حتى الساعة في محيط قبر يوسف لمحاولة صد هذه العملية العسكرية وهذا الاقتحام لجيش الاحتلال. شباب شباب
يا شباب يا غالي حبيب حتى الساعة استمرار للتكبيرات ودعوات لإشعال النيران في محيط قبر يوسف، وأيضا استمرار للمواجهات. الاحتلال يستمر في إطلاق الرصاص الحي صوب الفلسطينيين في إطار استهداف أو الاستهداف الدائم والمستمر من قبل الاحتلال للكل الفلسطيني وإعدامه ميدانيا. استمرار المواجهات والاشتباكات كما تشاهدون في هذه الصورة في هذه اللحظات، استمرار للمواجهات.
جاهز ولا مطاط؟ جاهز ولا مطاط؟ إذن استهداف الاحتلال للشبان في هذه اللحظات بالرصاص المطاط. إذن استهداف الاحتلال للشبان في هذه الأثناء بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في نقل
هذه الصورة من محيط قبر يوسف. قرابة الساعة مرت على هذا الاقتحام لجيش الاحتلال لتأمين دخول المستوطنين لأداء الصلوات التلمودية هنا في محيط قبر يوسف. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في نقل هذه الصورة هنا من محيط قبر يوسف، حيث الاقتحام لا يزال مستمر حتى الساعة هنا في محيط القبر. تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت إلى منطقة قبر يوسف، انتشار لوحدات القناصة الإسرائيلية، استهداف للشبان بشكل مباشر. حتى الساعة لم تصل أو لم ترد عدد الإصابات التي أطلقها الاحتلال، التي أصابها الاحتلال من جراء هذا الاقتحام المستمر لمحيط قبر يوسف. هناك اشتباكات مسلحة حتى الساعة في المنطقة أو هنا بالقرب من محيط قبر يوسف وعند ما يسمى بمفرق الغاوي. أيضا هناك اشتباكات في تدور حتى الساعة في محيط مخيم بلاطة، مخيم عسكر والعديد من المناطق. مجموعات عرين الأسود في بيان لها قبل قليل أعلنت استهدافها لجيش الاحتلال ولجنود جيش الاحتلال. كتيبة بلاطة أيضا أعلنت في بيان لها عن تصديها لهذا الاقتحام. المواجهات لربما خلال الساعات القادمة ستشهد ارتفاع في وتيرة العمليات في الضفة الغربية المحتلة. أيام مرت على هذا الاقتحام المستمر لجيش الاحتلال، استهداف بشكل كبير من قبل الاحتلال، استهداف كبير للشبان وإطلاق للرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
أصوات الهتافات حتى الساعة تعلو في محيط قبر يوسف، استهداف مباشر خلال اللحظات السابقة، الآن استهداف مباشر من قبل جنود جيش الاحتلال، استهداف مباشر لعدد من الشبان، والاحتلال وقناصته لا يزالون حتى الساعة يقومون أو يحاولون استهداف الشبان هنا في محيط قبر يوسف. الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى الساعة، مجموعات عرين الأسود أعلنت في بيان رسمي لها عن استهداف جنود جيش الاحتلال واستهداف قوى راجلة في محيط منطقة شارع عمان. أيضا كتيبة بلاطة أعلنت عن استهدافها لعدد من الجنود في محيط مخيم بلاطة ومخيم عسكر بين كل فينة والأخرى. هناك أصوات للرصاص الحي الذي يطلق من قبل المقاومة الفلسطينية في هذا الاقتحام المستمر لتأمين دخول قطعان المستوطنين لمحيط قبر يوسف. استهداف حتى الساعة كما تسمعون، استهداف بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، قبل قليل كان هناك استهداف بالرصاص الحي أيضا في عدة مناطق بالقرب من محيط قبر يوسف. إياس كرام لو تحدثنا ايش اللي صار عندكم. عيد. انفجار ضخم الآن، استهداف لآليات الاحتلال بعبوة محلية الصنع. إذن الآن استهداف آليات الاحتلال بعبوة محلية الصنع من قبل المقاومة الفلسطينية كما تسمعون في هذه اللحظات. حط الخدع على راسك بس الحي يبلش. إذن قبل قليل كان هناك إغلاق للطريق المؤدية إلى محيط شارع عمان من قبل جرافات الاحتلال بوابل أو بإطلاق من خلال إطلاقها لوابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع. أتت الجرافات العسكرية وقامت كما تشاهدون بإغلاق هذا الطريق بالسواتر الترابية، إغلاق لهذا الطريق بالسواتر الترابية في هذه الأثناء من قبل جرافات الاحتلال مع انتشار أو استمرار انتشار وحدة القناصة التي تستهدف الشبان في محيط قبر يوسف.
إذا استهداف جنود الاحتلال في هذه اللحظات كما تشاهدون استهداف جنود وجيش الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع في هذه الأثناء.
Thank you.
إذن مشاهدينا الكرام حياكم الله في هذه التغطية المستمرة من محيط قبر يوسف حتى الساعة، استمرار للمواجهات والاشتباكات التي تدور في محيط قبر يوسف على إثر الاقتحام الذي كان مرتقب لهذه الليلة لقبر يوسف من أجل تأمين دخول المستوطنين لأداء الصلوات التلمودية في هذا القبر. على إثر هذا الاقتحام جرت اشتباكات مستمرة حتى الساعة في محيط قبر يوسف وأيضا في محيط مخيم عسكر ومخيم بلاطة. مجموعات عرين الأسود إحدى المجموعات المسلحة في مدينة نابلس أيضا كتيبة بلاطة أعلنت رسميا عن استهدافها لعدد من جنود جيش الاحتلال بالرصاص الحي وأيضا بعبوات محلية الصنع، ما أدى إلى عدد أو إصابات محتمة في صفوف جيش الاحتلال. الإعلام العبري في هذه اللحظات أعلن إصابة 3 جنود نتيجة إلقاء عبوات محلية الصنع تجاههم في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. إذن الإعلام العبري أعلن رسميا في هذه اللحظات عن إصابة 3 جنود في هذه أو في هذا الاقتحام، و تم استهدافهم من قبل المقاومة الفلسطينية. قبل حوالي نصف ساعة من الآن مجموعات عرين الأسود وأيضا كتيبة بلاطة أعلنت بشكل رسمي عن استهداف جنود الاحتلال بعدد من العبوات المتفجرة وأيضا بعدد من صليات أو بصليات من الرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع إصابات محتمة في صفوف جيش الاحتلال. الإعلام العبري الآن يعلن بشكل رسمي عن إصابة 3 جنود نتيجة لإلقاء عدد من العبوات محلية الصنع تجاه جنود جيش الاحتلال المتواجدين في محيط قبر يوسف والذين يحاولون حتى الساعة تأمين دخول قطعان المستوطنين في هذه الليلة إلى قبر يوسف من أجل الصلوات أو أداء الصلوات التلمودية. المقاومة الفلسطينية في هذه الليلة ترد بشكل كبير على الاحتلال واشتباكات وأصوات للرصاص الحي تسمع بين كل لحظة وأخرى تجاه جنود جيش الاحتلال، وأيضا القناصة وقناصة الاحتلال ترد بكثافة صوب المواطنين وصوب الآمنين والعزل الذين يحاولون صد هذا العدوان عن مدينة نابلس والمنطقة الشرقية في هذه الليلة. المواجهات حتى الساعة مستمرة في محيط شارع عمان، والاحتلال يطلق بين كل لحظة وأخرى الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الرصاص الحي وأيضا قنابل الغاز لمحاولة تفريق الشبان ومحاولة تفريق المتواجدين في منطقة شارع عمان كما باقي المناطق عند ما يسمى بالمسلخ وأيضا في محيط مخيم بلاطة ومخيم عسكر الذين أو اللذان يشهدان في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة تدور ما بين جنود الاحتلال وأيضا المقاومة الفلسطينية. إذن حتى اللحظة إصابة 3 جنود نتيجة لإلقاء عدد من العبوات تجاه جنود جيش الاحتلال، وأيضا هناك عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين الآن يتم نقلها إلى المستشفى. قبل قليل كان هناك حديث عن يعني إصابة خطيرة تم أو يتم نقلها من منطقة أو من مدخل الرئيسي لمخيم بلاطة إلى المستشفيات. إذن عدد من الإصابات الآن في صفوف الفلسطينيين بعد استهدافهم بشكل مباشر من قبل القناصة الإسرائيلية.
إذن كما تشاهدون في هذه الصورة استمرار لإشعال الإطارات المطاطية حتى الساعة هنا في محيط قبر يوسف، محاولة أو إشعال للإطارات المطاطية ومحاولة توجيهها نحو جيش الاحتلال في هذه اللحظات. وكما تشاهدون الاحتلال يطلق الغاز المسيل للدموع في هذه اللحظات. Yeah.
هو صور من مصور في الكذب. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذه التغطية من هنا من محيط شارع عمان وبالقرب من قبر يوسف. كما شاهدتم عبر الهواء مباشرة قبل قليل استهداف لآليات الاحتلال بعبوات محلية الصنع، استهداف مباشر. هذه هي أو عشرات العبوات التي استهدفت الاحتلال منذ اقتحامه لمحيط المنطقة الشرقية. الاحتلال قبل قليل أعلن عن إصابة 3 جنود من جراء إطلاق للعبوات المتفجرة بشكل كبير صوب الاحتلال. إذن استهداف مباشر لجيش الاحتلال بعبوات محلية الصنع وسط تكبيرات واسعة في هذه اللحظات. إذن تفجيرات واستهداف بعبوات متفجرة في هذه اللحظات، استهداف آليات الاحتلال بوابل من العبوات المتفجرة في محيط شارع عمان في هذه اللحظات كما تشاهدون عبر الهواء مباشرة. خلاص يعني جفني راح علي. في
في كمان. إذن استمرار المواجهات والاشتباكات مع قوات الاحتلال حتى الساعة هنا في محيط شارع عمان، استمرار للاقتحام واستمرار للمواجهات واستهداف الاحتلال بوابل من العبوات المتفجرة. Thank you.
لنا صف واحد وردنا واحدة على الصهيوني الاحتلال. Thank you.
جيش الاحتلال أطلق وابل كثيف من قنابل الغاز أدى إلى تفرق الشبان في المنطقة، ولكن جيش الاحتلال ما زال يعمل على فرض إضلاق كامل للمنطقة الشرقية في مدينة يابس في ظل اقتحام ما يسمى قبر يوسف شرق المدينة. هذا الاقتحام أعلن عرين الأسود عن إطلاق النار والتصدي لاقتحام جيش الاحتلال ومستوطنيه للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، كما أيضا أعلنت كتائب شهداء الأقصى شباب الثأر والتحرير وكتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس عن التصدي لإطلاق عن التصدي لهذا الاقتحام وإطلاق نار كثيف باتجاه جيش الاحتلال ومستوطنيه، كما أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس عن استهداف جيش الاحتلال ومستوطنيه بوابل كثيف من الرصاص خلال اقتحام المنطقة الشرقية للمدينة وبالتحديد فيما يسمى قبر يوسف شرق مدينة نابلس. بالمناسبة متابعينا الكرام، ما يسمى قبر يوسف هو أحد قبور الرجال الصالحين في منطقة بلاطة البلد شرق المدينة، ولكن كما تعودنا جيش الاحتلال ومستوطنيه يتخذون الذريعة الدينية لحجة لاستيلاء على الأرض، لذلك جيش الاحتلال يحاول فرض سيطرته على المدينة في مدينة نابلس بشكل واسع وعلى منطقة قبر يوسف بشكل خاص بحجة أن هذا المكان هو أحد الأماكن الدينية التابعة لليهود، ولكن كما نعرف نحن الفلسطينيون أن هذا المكان هو أحد قبور الرجال الصالحين الذي يدعى يوسف في منطقة بلاطة البلد شرق مدينة نابلس. في ظل هذه المواجهات قبل قليل متابعينا الكرام نشرنا فيديو يوثق استهداف جيش الاحتلال بعبوة محلية الصرف هنا في شارع عمان، بإمكانكم متابعتنا عبر التليجرام من خلال البحث على اسم شبكة نابلس بوست، فقط كتابة اسم نابلس بوست وسوف تظهر لكم آخر التطورات الميدانية هنا في مدينة نابلس في حال لم نكن في بث مباشر عبر الفيسبوك وأيضا عبر التيك توك هنا في مدينة نابلس. إذا متابعينا الكرام عبر شبكة نابلس بوست يواصل جيش الاحتلال ومستوطنيه اقتحام المنطقة الشرقية هنا في مدينة نابلس. كانت هناك مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال، ولكن إطلاق النار باتجاه الشبان وقنابل الغاز أدى إلى تفرق الشبان في المنطقة، ولكن يعني دقائق معدودات وسوف تعود المواجهة من جديد مع جيش الاحتلال. هناك إطلاق نار كثيف تعرض له جيش الاحتلال ومستوطنيه أثناء الاقتحام من ثلاثة محاور، محور مخيم بلاطة ومحور مخيمي عسكر القديم والجديد، وهنا في شارع عمان شرق المدينة تعرض جيش الاحتلال منذ لحظة الاقتحام إلى إطلاق نار كثيف. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها جيش الاحتلال ل
بإطلاق النار منذ الاقتحام، ولكن في الاقتحامات الماضية رأينا كيف بسالت المقاومين وشجاعتهم في التصدي لهذا الاقتحام. كان إطلاق النار باتجاه آليات الاحتلال من النقطة الصفر، لذلك الشبان هنا سوف يعودون بعد قليل، ولكن جيش الاحتلال جراء إطلاق قنابل الغاز أدى ذلك إلى تفرق الشبان في المنطقة. عرين الأسود وكتيبة بلاطة وكتائب شهداء الأقصى شباب الثأر والتحرير وكتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس أعلنوا عن استهداف جيش الاحتلال ومستوطنيه بالرصاص والاشتباكات العنيفة التي دارت ما بين المقاومين بمختلف الفصائل. هنا تتجلى الوحدة الوطنية منذ بدء الاقتحام، حيث كان المقاومون يطلقون الرصاص باتجاه آليات الاحتلال منذ لحظة الاقتحام، وما زالت الاشتباكات مستمرة من عدة محاور مختلفة في محيط المنطقة الشرقية في مدينة نابلس. متابعينا الكرام عبر شبكة نابلس بوست، مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة والميدانية من شارع عمان شرق مدينة نابلس، حيث أن جيش الاحتلال ما زال متمركز في هذه المنطقة ويمنع دخول وخروج الفلسطينيين في المنطقة، حيث يحاول فرض حظر كامل على المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، لذلك لتسهيل حركة مرور مركبات المستوطنين. اللحظات الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن هذه المنطقه، نستذكر الشهيد غيث يامين ويوسف والعديد من الشهداء من مخيم بلاطه ومن مخيم عسكر الجديد والقديم والكثير من شهداء مدينه نابلس، يعني اسماءهم كثيره، ولكن كل مكان في هذه المنطقة تشهد لهؤلاء المقاومين الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن مدينتهم وعن منطقتهم في ظل اقتحام جيش الاحتلال ومستوطنيه لما يسمى
يصف شرق مدينتنا. Okay.
إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذه الصورة والتغطية من هنا من محيط شارع عمان في هذه اللحظات، حيث استمرار المواجهات حتى الساعة في هذه المنطقة، اعتداءات متواصلة، استهداف لقوات الاحتلال بوابل من العبوات محلية الصنع. المقاومة الفلسطينية أعلنت في بيان لها عن إصابة أو استهداف لعدد من الجنود خلال دخولهم إلى بعض المناطق هنا في محيط قبر يوسف. الإعلام العبري قبل قليل أعلن بشكل رسمي عن استهداف 3 شبان، حتى الساعة استمرار للاعتداءات والاقتحام مستمر لقبر يوسف في هذه الليلة في سبيل أداء أو تأمين دخول المستوطنين لأداء الصلوات التلمودية في هذه المنطقة. الاعتداءات لا تزال مستمرة، قوات الاحتلال تنتشر بكثافة في هذه المنطقة وتحاول قدر المستطاع إبعاد الشبان عن هذه النقطة القريبة من محيط قبر يوسف. عدد الإصابات حتى هذه اللحظة 10 الإصابات التي وقعت في الميدان، هناك إصابتين بالرصاص الحي وعدد من أو 10 الإصابات التي تم معالجتها ميدانيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأيضا من جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع. حتى الساعة يعني هناك إصابتين وصلتا للمستشفى أو لمستشفيات مدينة نابلس، هما واحدة منهم إصابة على ما يبدو خطيرة، لم ترد الإحصائية بشكل واضح حتى اللحظة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، لكن الحديث عن عدد من الإصابات التي وصلت إلى محيط أو إلى مستشفيات المدينة بعد استهدافها من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية وأيضا جيش الاحتلال. 3 إصابات إذن وصلت إلى المستشفى وعشرات الإصابات تم معالجتها ميدانيا في الميدان. واحدة من هذه الإصابات هي إصابة خطيرة، وعلى ما يبدو أن الإصابات الثانية في الأطراف أو الأطراف العلوية من الجسد. ننتظر بيان وزارة الصحة الذي يؤكد عدد الإصابات وطبيعة هذه الإصابات. الاحتلال كما تشاهدون في هذه الصورة يستمر في التواجد بكثافة في هذه المنطقة، والاعتداء لا يزال مستمر على أبناء شعبنا في هذه الليلة هنا في محيط قبر يوسف. كما تشاهدون آليات الاحتلال وأيضا الوحدات الخاصة وحدات القناصة الإسرائيلية التي تنتشر بكثافة في محيط قبر يوسف لمحاولة تأمين دخول وخروج قطعان المستوطنين في هذه الليلة. وفي هذا الاقتحام الاحتلال يستهدف الشبان بوابل من الرصاص الحي، أيضا بوابل من الغاز المسيل للدموع. إذن قبل قليل كان هناك أو قبل لحظات كان هناك بيان جديد لمجموعات عرين الأسود الذي قالت فيه قامت الليلة مجموعات عرين الأسود باستهداف قوة راجلة من جنود الاحتلال في منطقة الضاحية بعبوات محلية الصنع وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال، كما قامت باستهداف جيب عسكري بعبوة محلية الصنع في شارع عمان المنطقة أو في المنطقة الشرقية. إذن بيان عرين الأسود في هذه اللحظات يؤكد استهداف الاحتلال وقوة راجلة من جنود جيش الاحتلال في منطقة الضاحية بعبوات محلية الصنع، وأيضا إصابات وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال. أيضا قامت باستهداف جيب عسكري بعبوة محلية الصنع في محيط شارع عمان. إذن هذه أو هذا ما جاء في بيان عرين الأسود. قبل قليل أيضا كان هناك بيان لكتيبة بلاطة الذي أو التي أكدت فيه باستهداف قوة راجلة أيضا من جنود جيش الاحتلال، ما أدى إلى
إيقاع إصابات مؤكدة في صفوف جنود جيش الاحتلال، وأيضا الاستهدافات التي وقعت في محيط قبر يوسف. هذه الاعتداءات وهذا الاستهدافات عفوا من قبل المقاومة الفلسطينية لجنود جيش الاحتلال، والذي أعلن فيه أو عنه الإعلام العبري قبل حوالي نصف ساعة من الآن عن إصابة ثلاثة جنود باستهداف عبوات المقاومة في هذه الليلة في محيط قبر يوسف. إذن هذه الاستهدافات مستمرة والمقاومة لا تزال مستمرة حتى اللحظة في محيط قبر يوسف.